مع الأسف الشديد الإرهاب مرة تانية بيحاول ان هو يقول لنا ان هو موجود ويحطنا امام التحدي، احنا ننتصر يا هو ننتصر. النهاردة كان في عبوة ناسفة اسفل سيارة استهدفت موكب مدير امن الاسكندرية، هو يعني نجا الحمد لله، لكن استشهد علي جلال احمد شبانة مساعد شرطة 45 سنة رحمة الله عليه، وعبد الله محمد عبد الله 19 سنة مجند، واصيب 5 اخرون. ده انفجار حضراتكم يعني متخيلين الجبن بقى يحط قنبلة تحت عربية وعلى جانب طريق، وبالمصادفة تكون عربية المدير الأمن معدية فيفجرها. هل يعني هيموت مدير الأمن بس؟ ما نعرفش، بس هو ما تفرقش معاه، هو كإرهابي وظيفته في الحياة إنه يموت أكبر عدد ممكن مننا. مننا ده احنا مين؟ طبعا في فترة كنا بنقول علينا احنا مصريين، لا احنا بنقول الوقت اكتشفنا ان هو عايز يموت اكبر عدد ممكن من الناس. حضراتكم شفتوا من 3 ايام حادثة مشابهة في فرنسا، يعني الرسالة واحدة، اما ان يحيا الارهاب او ان تحيا الانسانية. رحمة الله على من مات وربنا يشفي المصابين. بس خليني ارجع وانت بتقول مننا احنا كمصريين، المصريين النهاردة وكما هي العادة دايما